كله بيتكلم على كابتن فريدة الحناوي، ألف مليون سلامة عليها. وعشان نطمن أكتر لازم نكلم كابتن عمرو حناوي، والد كابتن فريدة الحناوي. مساء الخير يا كابتن عمرو. مساء النور يا كابتن هلال. طمنا، ألف مليون سلامة على كابتن فريدة، ويا رب تكون في أحسن صحة وأحسن حال. عايزين نطمن كل الناس، عايزة تطمن على كابتن فريدة. ربنا يخليك يا كابتن خالد. هي الحمد لله يعني أحسن كتير بصراحة. يعني إدارة النادي الأهلي ما توانتش عن تعمل أقصى مجهود ليها، والبنت الحمد لله كويسة. عملوا لها الإشاعات في المستشفى كاملة، وعملوا لها كل المطلوب، وقعدوها في العناية 24 ساعة كده تحت الملاحظة. والحمد لله الدكتور بعد ما عمل الأشعة وكل الحاجات واطمن عليها تماما، يعني قال إن هي تكمل العلاج في البيت. الحمد لله يا رب. عايزين بقى نطمن عليها كمان، ألف مليون سلامة عليها. كلنا بندعي لها إن شاء الله ترجع في أحسن صحة وأحسن حال، لكن كمان عايزين نطمن على رجوعها للملاعب مرة أخرى يا كابتن عمرو. والله هو الدكتور قال يعني هي أسبوع هتقعد في البيت راحة تامة في السرير، وبعد كده تبتدي تنزل يعني تدري كده، وإن شاء الله بعد 3 أسابيع تكون جاهزة لأن هي ترجع التمرين تاني. يعني